أسعد الله مساءكم بكل الخير مشاهدينا الأحبة، بكل الحب والود نطل عليكم من جديد من حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ في هذه الساعة وعلى الهواء مباشرة. عسى أن نقدم في هذه الحلقة ما هو مفيد وممتع لكم، وإن شاء الله سنسلط الضوء في النافذة الأولى على مجلة أسامة في عيدها الذهبي، وفي النافذة الثانية سنصحبكم حول المؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب، فأهلا بكم. أيها الأعزاء، في نافذتنا الأولى نتحدث عن مجلة أسامة في عيدها الذهبي، ونحتفي جميعا في ذاكرتنا الجمعية هذه الأيام بمجلة أسامة التي أتمت 50 وأصرت عبر سنواتها الطويلة على الاحتفاظ بنكهتها السورية، فعملت على الاستناد إلى ماضيها العريق والاستفادة من أجمل ما قدمته على مدى سنوات العطاء للخروج بمجلة معاصرة تلبي احتياجات الطفل السوري المعرفية والترفيهية والفكرية. استطاعت أسامة بكادرها المتواضع في الكم الحفاظ على السوية المعرفية والفنية والجمالية وتقديمه بنكهة معاصرة، وبشكل عام تربى جيل كامل ولا يزال على صفحاتها، جيل مؤمن بوطنيته، مدرك لطفولته، ومحب لحياته. ولطالما سعت المجلة لإذكاء روح المحبة والتفاؤل والإقبال على الحياة عند أطفالنا، والأخذ بيد الموهوبين منهم في مختلف مجالات الأدب والفنون. يسرني أيها السادة للحديث عن مجلة أسامة بين الماضي والحاضر أن أستضيف الأستاذ قحطان برقدار، رئيس تحرير مجلة أسامة. مرحبا بك أستاذ قحطان. أهلا وسهلا بكم. تجربة طويلة لك وخبرة عميقة وعريقة في مجلة أسامة، كمحرر بداية كنت فيها ومن ثم رئيس تحرير لمجلة أسامة. قبل أن نتحدث عن تفاصيل الاحتفاء بمجلة أسامة ومجلة أسامة بين الماضي والحاضر، ما هي التطورات التي طرأت عليها؟ حبذا لو أعرف ما هو شعورك وأنت من أسرة مجلة أسامة، ونحن نحتفي اليوم بالعيد 50، العيد الذهبي لهذه المجلة العريقة التي لها صدى واسع ومكانة رفيعة عند ذاكرة الجمعية للسوريين جميعا. نعم، يعني أنا بالنسبة لي عندما بدأت العمل في مجلة أسامة في مطلع عام 2016 كرئيس تحرير لهذه المجلة، كنت أشعر أنني يعني مقبل على أمر عظيم جدا. ولكن عندما دخلت إلى مقر المجلة وبدأت يعني بدأت أيام العمل الأولى واطلاعي على أرشيف المجلة القديم والأسماء الكبيرة التي مرت على صفحات هذه المجلة، رددت عبارة لا أزال أرددها إلى الآن، وهي أن من يعمل في مجلة أسامة فإنه يدخل التاريخ بكل صراحة. طبعا لماذا؟ لأن هذه المجلة هي تاريخ يعني بحد ذاتها، هي إنجاز ثقافي مهم يسجل لوزارة الثقافة السورية. طبعا لماذا يعني يسجل لها؟ لأنها استطاعت أن تحتفظ بهذه المجلة الطفلية كل هذا القدر من السنوات التي مرت. يعني في وزارات ثقافة أخرى عربية قد يكون هناك مجلات للأطفال توقفت، أما أسامة فهي يعني تعتبر من نقاط العلام. نعم. في عالم مجلات الأطفال في الوطن العربي، ولها القدرة على التجديد وعلى الاستمرارية التي دعتها إلى الوصول إلى عيدها 50، العيد الذهبي الذي نحتفي به في مجلة أسامة. لا يتم بشكل عام في كل أو في معظم وزارات الثقافة الدولية الاحتفاء بالطفل بهذا الحجم، تخصيص مجلة للأطفال. نعم هناك مجلات للأطفال في دول عدة، لكن هل تستمر هذه المجلات؟ هل يطرأ عليها هذا التطور؟ جرى هناك البحث عن قنوات تواصل إعلامية أخرى مع الطفل كالقنوات التلفزيونية مثلا، كالقنوات الإذاعية مثلا، لكن أن يتم العودة دائما والثبات على موضوع مجلة تخاطب الطفل فهو نادرا ما يحدث في وزارات الثقافة العالمية، وهذا ما حدث في سوريا. مبدأ المجلة في التعامل مع الطفل، نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، ما خصوصية أن تكون المجلة هي وسيلة التواصل بيننا وبين الأطفال؟ نعم، يعني بالتأكيد مجلات الأطفال هي أحد الحوامل الرئيسية لثقافة الطفل، ليست كل شيء وإنما هي تشكل محورا من محاور التفاعل مع ثقافة الطفل وتنميتها.
يعني هذا علاقة الطفل بالمحتوى الورقي علاقة خاصة. أنا برأيي الطفل لا يستطيع، مهما تطورت وسائل الاتصال والتكنولوجيا واتجهنا نحو الرقميات والبرمجيات وما إلى ذلك، إلا أن الطفل يبقى على تماس مع الكتاب الورقي. صحيح. في المدرسة على سبيل المثال إلى الآن الأطفال يتعاملون مع الكتب الورقية، بالتالي مجلة الطفل أيضا هي يعني ليست بعيدة عن ذلك. الطفل يعني يحتك مع هذا الورق، يرى الرسوم، يرى هذه المواد التي يعني تنعكس فيها، ينعكس فيها عالمه، يرى أيضا الصفحات التي تنشر فيها يعني إبداعات الأطفال، بالتالي هذا الأمر يحرضه على أن يعني يصبح كاتبا أو رساما أو مبدعا في مجال معين. بالتالي أنا لا أزال أؤمن أن مجلة الطفل يعني الورقية بشكلها الحالي لا تزال قادرة على التأثير في جيل الأطفال اليوم. المسألة تحتاج أولا إلى منتج عالي الجودة، يعني صح. أن نأتي بمجلة مضمونا وشكلا عالية المستوى. الأمر الآخر هو توزيع هذه المجلة بحيث تصل إلى الأطفال، تمام، حتى نستطيع أن ندرس يعني تفاعل الأطفال معها. لكن أستاذ قحطان، في خضم هذه المؤثرات الكبيرة والمؤثرات التكنولوجية التي لها تأثير هائل جدا على الإنسان بشكل عام وعلى الطفل، نعم، خصوصا اليوم، نقف أمام ما هو يا ترى تأثير هذه المجلة وسط هذه المعركة التي كل وسيلة اتصال ووسيلة إعلام ووسيلة تواصل تخوض هذه المعركة من أجل كسب الجماهيرية لها؟ نعم. بالتأكيد هناك خصوصية للتعامل مع الطفل لكي يكون لنا مجلة ونأمل من خلالها التأثير على الطفل وتحقيق منهجية وسياسة المجلة، يجب أن تحمل هذه المجلة تلك المؤثرات الانجذابية التي ينجذب لها الطفل بشكل عام. ما هي سياستكم في هذا الخصوص في خضم هذه الحرب أو المعركة الإعلامية، إذا نعم. صحت التسمية طبعا، التي من حق كل وسيلة إعلامية أن تسيطر على الساحة الإعلامية، أن تجذب لها جمهورها الخاص، كمجلة أسامة كيف تعملون وسط هذه المعمعة الإعلامية؟ نعم، يعني نحن بالتأكيد نواكب كل ما يستجد في عالم يعني ثقافة الطفل ويعني الناحية الإعلامية الخاصة بالطفل أيضا. طبعا أكثر ما نركز عليه هو مجلات الأطفال، بالتالي عندما يعني نعمل في مجلتنا نحاول أن نأتي بمجلة يعني تضاهي ما هو موجود في عالم مجلات الأطفال، رغم صعوبة كل الظروف المحيطة بنا. يعني هذا من جانب. من جانب آخر، المضمون الذي نقدمه في هذه المجلة نحاول أن يكون يعني قريبا من طفل اليوم، بالتالي طفل اليوم يجد نفسه على صفحات هذه المجلة، لا يجد طفلا قديما طفلا تماماً آخر تماماً. وإنما يجد نفسه. أيضا نسلط الضوء على إبداعات الأطفال، هذا الأمر أيضا يجذب الأطفال إلى التفاعل مع هذه المجلة بحيث ينشرون فيها يعني رسومهم وكتاباتهم ومشاركاتهم على اختلافها. فبالتالي دائما نحن حريصون على أن نقدم يعني وجبات معرفية متنوعة في مختلف ميادين المعرفة، ليس فقط أدب الأطفال يعني القصة والشعر والقصة المصورة، وإنما هناك أبواب أخرى يعني تقدم معلومات متنوعة. جميل. في كافة الميادين، منها مثلا موضوع يعني التكنولوجيا المعاصرة. هناك باب يعني شبه ثابت في المجلة اسمه لبيب وعلوم الحواسيب، نواكب فيه التطورات التكنولوجية بالنسبة للطفل. من ناحية أخرى أيضا هناك تفاعل يعني بين المجلة وبين الطفل الكترونيا، يعني عبر صفحة المجلة على الفيسبوك، هناك تواصل مستمر ما بين الأطفال والمجلة على يعني على صفحة تمام صفحة المجلة. فيعني رغم كل الظروف، رغم كل التحديات، لا نزال مؤمنين على أن هذه المجلة يعني تستطيع أن تحدث تأثيرا، والرسائل التي نتلقاها من الأطفال ومن الأهالي رجع الصدى، فمن خلاله تعرفون مدى تأثيرها. تماما، نشعر أن هناك تعطش دائما للحصول عليها. المشكلة هي في أن يعني نستطيع أن نوصل هذه المجلة إلى جميع الأطفال. جميل. الطفولة بشكل عام أستاذ قحطان هي ليست شريحة عمرية واحدة. نعم. أي ليس الأطفال ذوي الثلاث سنوات مثلا هم فقط الأطفال، إنما يعني الطفولة تمتد لشرائح عمرية واسعة، وهذه الشرائح العمرية الواسعة كل منها تمتلك ثقافة فكرية خاصة بها وتحتاج لنوعية وخصوصية في التعامل تختلف عن سواها.
كيف استطعتم من خلال مجلة واحدة أن تبعثوا بهذه الرسائل وأن تواكبوا هذا الاختلاف وتسايروه؟ نعم. هذا الاختلاف الفكري، الاختلاف العمري بين شرائح الطفولة المختلفة. تماما، يعني بداية مجلة أسامة كمرحلة عمرية هي موجهة ليست إلى مرحلة الطفولة المبكرة أي ما قبل المدرسة، وإنما هي نستطيع أن نقول موجهة إلى مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة. يعني صفوف شو بالتحديد؟ يعني نقول من 9 سنوات نبدأ، يعني صف 3 ابتدائي يكون الطفل في 9 سنوات، وانتهاء يعني خلينا نقول بمرحلة المراهقة الأولى التي هي من 12 سنة إلى 15 سنة. يعني تقريبا أوج اتساع مجلة أسامة هي مخاطبة الطالب صف 9 مثلا. تماما، ممكن أحد الشرائح الأساسية هي بهذا العمر. فهي مرحلتين عمريتين أو 3 مراحل باستثناء المرحلة المبكرة لا تتوجه إليها. طبعا أنا مع ذلك أحيانا أطعم العدد بمثلا قصة تكون صالحة لمرحلة ما قبل المدرسة، قصة صورية فقط. تماما، يعني يكون التركيز فيها على الرسوم أكثر من المضمون، المضمون يكون قصيرا وبسيطا. يعني أحاول أن أضع ولو مادة واحدة في العدد لهذه المرحلة. جميل. لأني أجد أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أيضا يتفاعلون مع المجلة، فبالتالي أواكبهم أيضا، وبقية التركيز يكون على المراحل التي حدثتك عنها. وتتم بذلك مخاطبة كل جيل طبعاً، كل شريحة عمرية بناء على مستوى تفكيرها ومستواها المعرفي أيضا. بالتأكيد، لأنه لكل مرحلة من هذه المراحل عالم خاص برأيي، له يعني معجم، له مفردات، على الذي يشتغل في مجال الأطفال أن يعرف هذه المفردات كي يستطيع النفاذ إلى هذه المرحلة العمرية. هذا بالتأكيد يحتاج إلى كادر أولا أكاديمي طبعاً. نعم. كادر أيضا مختص نوعا ما بجانب النفسي أيضا وجانب المعرفي التربوي أيضاً. والجانب التحريري أيضا. نعم. يتطلب أمور كثيرة تقف وراء إخراج أي عدد من أعداد مجلة أسامة، أو قبل ذلك يتطلب أمور كثيرة قبل إخراج أي نص أو أي صفحة أو أي موضوع من مواضيع مجلة أسامة. المراحل التي يمر بها أي موضوع ينشر على صفحات مجلة أسامة؟ نعم، يعني بداية أنا أستلم المواد أقرأها قراءة أولى، سواء وجدت عندي قبولا أم لم تجد أرسلها إلى هيئة تحرير المجلة التي هي تنقسم إلى يعني 3 أقسام. طبعا القسم الأول له علاقة بأدب الأطفال كيعني تخصص فني، والقسم الثاني له علاقة بالناحية التربوية. فتقرأ من هذين المنحيين أدبيا فنيا وتربويا. أستضيء يعني آراء هيئة التحرير، إذا كان هناك تعديلات ربما اقترحتها الهيئة نتواصل مع الكاتب فيقوم بالتعديل. بعد ذلك ترسل هذه المادة إلى الرسم، إلى المشرف الفني في المجلة، نتدارسها معه فنختار الرسام المناسب. نعم. الذي يرسم هذه المادة أو يقدم يعني لها هذه الرؤية البصرية التي تكون مناسبة لها، بعد ذلك تكون المادة جاهزة للنشر. فهذه هي خطوات يعني التي تمر بها المادة قبل أن تنشر. جميل جدا. وأيضا سنتعرف على ماهية مجلة أسامة وعلى تفاصيل تخص مجلة أسامة مع أستاذ قحطان ومع السادة المشاهدين في هذا التقرير الذي يرصد لنا مجلة أسامة بالتفاصيل. نتابع معنا ومن ثم نعود إلى الحوار. في الأول من شباط عام 1969 أطلقت وزارة الثقافة في سوريا مجلة أسامة، مجلة الطفل العربي بإصدار عددها الأول، وكانت يومها نصف شهرية. ولقد أريد لهذه المجلة الرائدة التي تبلغ اليوم عامها 50 أن تنهض بقسط وافر من تربية أجمل الملكات والمواهب عند أطفال البلاد، وأن تتصف ببعد تربوي تعليمي واضح على ألا يكون فجاً أو طاغياً، بمعنى أن يكون على حساب جماليات القول والكتابة وجماليات الفن الذي رافق النصوص ونهض بها. كانت المجلة ولا زالت ترسخ حب الوطن الصغير والكبير،
وتنمي في النفوس النقية اليانعة أجمل القيم وأكثرها إنسانية. ولا تنسى التأكيد على رابطة العروبة والإعلاء من شأن مقاومة المحتلين وتمجيد العمل الفدائي الذي كان قد انطلق في الأرض المحتلة. دعمت وزارة الثقافة منذ تلك الأيام حتى الآن مجلة أسامة، وهذا ما تؤكده تلك الجمهرة من كبار كتاب سوريا التي عملت الوزارة على تشجيعها للكتابة في أسامة، من سليمان العيسى ومحي الدين صبحي إلى صاد الله والنوس إلى عادل أبو شنب إلى حسيب كيالي ونجاة قصاب حسن وأحمد يوسف داود وحامد حسن معروف وبيان الصفدي ومحمد الحريري وسلامة عبيد وآخرين كثر من أهم مبدعي البلاد. ولقد أثبتت وزارة الثقافة منذ عام 1969 حتى الآن حرصها على ألا تتوقف هذه المجلة. وبدا الأمر جليا في أصعب السنوات التي مرت على البلاد، حيث قدم الدعم لها وحماها من الانهيار. يسعدنا نحن الذين تربينا على أدب وفكر أسامة أن نهنئها بعامها 50، وأن ننحني إجلالا لجهود أولئك الكتاب والرسامين الكبار الراحلين منهم والذين ما زالوا بيننا على كل ما قدموا. عدنا معكم أيها الأحبة وقد تابعنا سوية هذا التقرير عن مجلة أسامة، وفيه أستاذ قحطان برقدار رئيس تحرير المجلة فيه الكثير من الإضاءات حول مجلة أسامة. مررنا على تأسيس مجلة أسامة، مررنا أيضا على أشهر الكتاب الذين كتبوا في مجلة أسامة، مررنا أيضا على الرسالات المتنوعة التي تتصدى لها مجلة أسامة، وعلى مدى سنينها 50 حاولت دائما ولم تنقطع أبدا مجلة أسامة عن إيصال هذه الرسائل وعن السعي لتوصيل هذه الرسائل بكل دقة بكل أدب ملتزم إذا صحت التسمية. أريد فقط أن نعلق على شق أهم الكتاب الذين كتبوا في مجلة أسامة، ورصد التقرير مجموعة من الأسماء الكبيرة التي كتبت في مجلة أسامة وأيضا كان لها اسم ومعرفة كبيرة في سوريا وفي العالم العربي، وهم من أعلام الأدب السوري والعربي بشكل عام. أي بما معناه أن إن كنت أديب فهذا لا يعني أنك لا تكتب أدب الأطفال، بل يعد أدب الأطفال من أصعب الآداب التي يمكن الكتابة عنها. عن هذا الموضوع بالتأكيد، يعني مجلة أسامة أنا أتصفح أرشيف المجلة القديم، يعني أكاد أزعم أنه يعني لا يوجد اسم كبير يعني في عالم الأدب أو حتى في عالم الفن التشكيلي إلا ويعني مرة بمجلة أسامة وعمل فيها أو رسم لها أو كتب لها، يعني ابتداء بالراحل ممتاز البحرة الفنان التشكيلي، هنا سأتحدث عن يعني الفنانين التشكيليين، الفنان نذير نبعة، أنور دياب، لجينة الأصيل، قحطان الطلاع، غسان السباعي، يعني أسماء كثيرة في هذا في عالم الفن التشكيلي كانت هي من شخصيات أسامة المهمة يعني التي يعني نشأت هذه المجلة على أكتافها. أيضا في الجانب الأدبي عادل أبو شنب وسلام عبيد كما ورد ذكره في التقرير، أسماء كثيرة يعني سليمان العيسى في مجال شعر الأطفال عملت في هذه المجلة ورفدتها بأهم النصوص، يعني بالتالي نستطيع أن نقول أن يعني مجلة أسامة هي مجلة عمالقة أكيد بشكل أو بآخر. أنت كاتب أيضا أستاذ قحطان برقدار، وأنت شاعر أيضا، ويعني تبعا لهذه الأسماء التي ذكرناها طبعا وغيرها الكثيرة. طبعا هناك كثير من الأسماء. تماما هذا يجعلني يعني أذهب باتجاه خصوصية أدب الأطفال، خصوصية الكتابة عن أدب الأطفال، وأنت من الشعراء الذين نفخر حقيقة بهم وبكتاباتهم، وهي وأيضا كتاباتك وقصائدك كانت موجودة أو لازالت بالمنهاج السوري أيضا. فعن خصوصية أدب الأطفال والكتابة للطفل. طبعا بالتأكيد أدب الأطفال
يختلف عن الأدب الموجه إلى الكبار من حيث مراعاة يعني عالم الطفل ومفردات هذا العالم. بالتالي على الذي يريد أن يكتب للطفل أن يكون ملما تماما بتفاصيل عالم الطفل، أن يكون متسلحا بعدد من يعني النظرات التربوية المتعلقة أيضا بالطفل، ما يهم الطفل ما لا يهمه. فهناك يعني مفردات كثيرة يجب على كاتب الأطفال، إضافة إلى موهبته في الكتابة. طبعا أتحدث يفترض أن يكون لديه موهبة، هذا أمر مفروغ منه. يبقى الأمر الآخر هو كيف يعني يكون هذا الكاتب طفلا، بمعنى ما هو مقدار احتفاظه بالطفل في داخله. صحيح. بكل ما كان قدر الطفولة في داخله أكبر، كل ما كان قريبا أكثر من عالم الطفل وبالتالي مؤثرا أكثر في الطفل. وهي ليست بالمهمة السهلة أستاذ. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. عندما يكون أنت مستوى نضوجك عالي جدا وعمرك أيضا كبير نسبيا إلى الطفل، فمن الصعب جدا أن ترتقي، ولن أستخدم موضوع تنزل، ترتقي إلى مستوى تفكير بالتأكيد. الطفل البريء. يعني بالتأكيد يعني النضوج وأيضا العمليات الذهنية المعقدة التي تنطوي في ذهن وعقل الإنسان الكبير هي لا تشابه تلك التي تنطوي عليها وينطوي عليها تفكير الطفل. نعم بالتأكيد. يعني يجب على أنا برأيي كاتب الطفل أن يعني لا أقول يتقمص شخصية الطفل، لأنه هنا لا يكون صادقا. صح. عليه أن يكون طفلا، لا يتقمص الشخصية، بالعكس أن يكون هو بنفسه وهو يكتب النص طفلا، وبالتالي يكون هو ضمن منطق الطفل. عندما يقرأه الطفل يجد نفسه، بالتأكيد يجد يعني شخصا ينتمي إلى عالمه، وبالتالي ينجذب إلى ما يقرأ، ويستطيع الكاتب هنا أن يعني يؤثر في الطفل تربويا وفنيا وعلى كافة الأصعدة. أنت كرئيس تحرير مجلة أسامة تتلقى الرسائل للمشاركة في مجلة أسامة ولوجود هذه الكتابات، كتاباتنا نحن ضمن صفحات مجلة أسامة من القراء الكبار أو من الكتاب بشكل عام على اختلاف هؤلاء الكتاب. نعم. كيف يتم قبول هذه المشاركات وإدخال هذه المشاركات في صفحات مجلة أسامة؟ يعني نحن نقرأ المواد، تأتينا إما عبر البريد الإلكتروني للمجلة أو عندما يعني يزورنا الكتاب في المجلة بشكل مباشر أو عبر صفحة المجلة على الفيسبوك. نجمع هذه المواد، نحاول دائما أن ننتقي الأفضل. يعني تعرف أن الظروف عموما صعبة، ليس هناك هذه الكثرة من الكتاب الجيدين، بالتالي علينا أن نتفاعل مع ما هو موجود بشكل أو بآخر. فبالتالي يعني نقرأ هذه المواد، نحاول أن ننتقي الأفضل منها، وبالتالي تكون نعم عفوا. صح. تفضل. هلا بدي أنا كمان أقاطعك، بدي أخذ اتصال هاتفك وريحك شوي، أنا بعرف إنه حالتك الصحية شوي تعبانة، سلامتك إن شاء الله. سلمك يا رب. بدي أخذ اتصال هاتفي أيضا، بما إنه الجانب الفني هام جدا بمجلة أسامة والرؤية البصرية، الإخراج الفني للمجلة هام جدا، خاصة ونحن نتعامل مع شريحة الأطفال، ويهمنا بذلك أن ينجذب الطفل، وأول ما تنجذب عين الطفل للصورة، للون، للشكل، للرسوم. بالتأكيد تم التركيز جدا وتم تطوير هذا الجانب في مجلة أسامة منذ نشأتها وتأسيسها حتى يومنا هذا. نعم. والمتابع للتطور هذه المجلة يلاحظ بشكل واضح هذا التطور الذي طرأ على مجلة أسامة، لذلك يقف مختصون بارزون وهامون جدا في الساحة الفنية السورية وراء الإخراج الفني لمجلة أسامة. ومعي عبر الهاتف الأستاذ رامز حاج حسين، المشرف الفني في مجلة أسامة. تحية لك أستاذ رامز. مرحبا بك أستاذ رامز. وبداية بالتأكيد أنت وزملائك الفنيون هنا بالتحديد أحدد يعني مسؤولون عن الجانب الفني في مجلة أسامة وعن إبراز هذه المجلة في أبهى صورها وبالتالي انجذاب الطفل لهذه المجلة. ما هي العناصر التي تشكلونها دائما والتي تسعون لتحقيقها ضمن أي مادة من مواد مجلة أسامة على اختلاف هذه المادة؟ ما هي العناصر الفنية التي تلعبون عليها دائما وتحاولون إضافتها لأي مادة من المواد؟ بداية الأساس العمل الفني أنه يواكب النص ويضيف عليه، لا يكون فقط هذا النص. لذلك نحن نحرص أنه يكون الفنان الواحد لمجلة أسامة
متسلح برجلتين أساسيتين. الأولى هي إتقان فن لوحة الطفل بشكل كامل كأكاديمية ودراسة نظرية وعملية كتطبيق. النقطة الثانية، نحن عم نحاول بمجلة أسامة أنه نضل أمينين كجسر وصل بين الرعيل الأول اللي أسس هاي المجلة والهوية البصرية السورية بالخاصة فينا، ونوصلها للجيل الوافد الجديد الشاب من الفنانين لحتى نحافظ على هاي اللغة البصرية اللي خلت أسامة تكون مجلة الأسرة السورية بعد هاي 50 عام من العطاء. فهذه النقطة الأساسيات نحن عم نحاول قدر الإمكان أن بصمتنا كلغة بصرية بالمجلة، زائد انه نحن عم نواكب التقنيات الحديثه هلا، تركيب السكانر والتقنيات المعالجه البصريه على البرامج الجديده اكيد افضل مما كانت عليه السنوات السابقه. استاذ رامز، تفضل استاذ رامز. بما يخص اختيار الشكل، اختيار الرسوم، اختيار الصوره، كيف يتم الاعتماد على هذا على هذه الصوره او على هذا الشكل او على هذه الرسومات بالتحديد، وكيف يتم التنسيق فيما بعد لاخراج هذه الصور ودمجها ضمن الموضوع؟ هلا مثل ما تعرف انه الاستاذ قحطان دير اخضر ضيفك العزيز بيكون عنده الاساس اللي هو اللغه المكتوبه او لغه المجله كقصص وشعر وحكايه. نحن مثل ما في لكل كاتب بصمته بكتاباته، اكيد في لكل رسام بصمه معينه. نحن عم نحاول نعمل ثنائيات مثل فرق وورش عمل خاصه، لانه هذا الرسام يناسبه هذا الجنس او هذا اللون من النصوص لحتى يعرف يعبر عنه بطريقته الخاصه. لذلك بتشوف نحن تقريبا دائما بتتكرر ثنائيات معينه مثل ما كان الرأي الاول، يعني دائما كانت المرحوم دلال حاتم مع المرحوم ممتاز البحرم شاتين ثنائيه في مجال الكوميك. احنا عم نحاول قدر الامكان ننقل هاي التجربه الان لعصرنا الحالي ونركز على هاي النقطه، انه الفنان اللي بيبرع بهذا الجنس او هذا الصنف الادبي عم نحاول نوجه له النص الخاص فيه لحتى تصير اللغه هو يكون مرتاح، واكيد النتيجه مثل ما بيعطي من روحه حتوصل النتيجه للطفل مباشره. هو بالنهايه موضوع ليس سهل، الاخراج الفني لمجله تختص بالاطفال وتتوجه للطفوله بشكل عام، وهذا ما يجعلني أتساءل هنا عن صعوبة هذا العمل بشكل عام. أنت كفنان مختص بالإشراف الفني في مجلة أسامة، ما هي الصعوبات التي تقف أمامكم لدى إخراج النص، إخراج الصفحة بشكل عام؟ ما هي الاحتمالات التي تضعونها في بالكم؟ كيف تواجهون هذه الصعوبات بشكل عام؟ بشكل عام نحن عم نحاول قدر الامكان انه نفتح الافق للوافدين الجدد، لانه بتعرف دراسه اكاديميه لفن اللوحه الطفليه ما هو موجود. صح. لذلك نحن عم نعتمد على تجارب فنيه ذاتيه، في شباب عم يشتغلوا على انفسهم، نحن عم نحاول بمجله اسامه نفتح هذا المجال لهذا الوافد الجديد ودعمه وتطويره واطلاعه على كل التجارب الذين سبقونا في المجله. نحن بمجله اسامه عندنا اكاديميه مبسطه صغيره موجوده على الرفوف الخاصه بمجله اسامه، ممكن لاي طالب بكلية الفنون أو المعهد الفني يجي ويزورنا ويتواصل معنا لهذا المنحة. لذلك نحن عم نحاول المعاناة تبعنا في ندرة رسامين قصص أطفال نعوضها من خلال إنه نعمل أسامة على شكل ورشة مفتوحة دائما خلال أوقات دوامنا أو غير دوامنا، بحيث نحن نفقد هاي الموارد لدعم هاي الخطوة. السؤال الأخير لك أستاذ رامز، قديش مهم الجانب والخلفية الثقافية للفنان المشترك معكم في الإشراف الفني في مجلة أسامة في رفض صفحات المجلة باللون، بالصورة، بالشكل، بالزخرف بشكل عام، وبالتالي هذه الخلفية ومدى تأثيرها في وضوح الرسالة الموجهة للطفولة؟ أنا دائما أقول ومهدت لك في بداية حواري معك أنه رسام قصص الأطفال لازم يكون عال ثقافة ومطلع كثيرا على كل الحكايات والقصص والقصص التي تتعلق بالأطفال. هناك خلط سائد وأنا ضمن إساءة وقال أنه لازم ينزل بمستوى رسومنا لمستوى ذهنية الطفل. أنا أقول العكس، يجب أن نرتقي برسومنا ومفرداتنا البصرية لمستوى ذهنية الطفل، لأن الطفل جاي لعنا بأسئلته ومن خيال خف، نحن لازم نكون نجاري هذا الخيال لحتى نحكي نجذب الطفل إلنا لحتى يشرب الكلمة المرافقة للطفل. تحياتي لك أستاذ رامز حاج حسين المشرف الفني في مجلة أسامة، ومن خلالك كل التحية لكل الكادر الفني العامل في مجلة أسامة. شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف.
فيما تبقى من الوقت أستاذ قحطان بارقدار، كلمة أخيرة لجمهور مجلة أسامة من الأطفال، وأنا والكل يعرف أيضا أن جمهور مجلة أسامة هو لا ينحصر فقط في الطفل وفي الطفولة، تمام، إنما أيضا لا زال يتابعها الكبار أيضا. يعني نحن أتوجه إلى يعني جمهور مجلة أسامة القديم، فأعدهم أننا سنبقى يعني متمسكين بهذا الماضي العريق للمجلة من خلال إعادة إحيائه بين فترة وأخرى على صفحات المجلة، بحيث ننشر من هذه الأعمال القديمة. أيضا بالنسبة لأطفالنا السوريين الأحبة، نعدهم أننا سنطور العمل أكثر في هذه المجلة، بحيث يعني تصبح مواكبة لهم تماما، وسنحل يعني إن شاء الله مشكلة التوزيع بحيث تصل إلى كل طفل سوري إن شاء الله. كل التحية لك ومن خلالك لكل الكادر العامل في مجلة أسامة على مجمل الجهود التي تقومون بها في خدمة الطفولة وفي نشر ثقافة ملتزمة للطفل السوري. كلنا تربينا على صفحات مجلة أسامة، لذا كل التحية لكل الجهود المبذولة من قبلكم. جزيل الشكر لك الأستاذ قحطان بارقدار، رئيس تحرير المجلة. شكرا. شكرا لكم. شكرا. تحياتي لكم. أهلا بك. النوافذ مستمرة أيها السادة، معكم نغلق نافذتنا الأولى، وبعد هذا الفاصل سنذهب مباشرة إلى النافذة الثانية، فابقوا معنا. من جديد كل التحية لكل من انضم لمتابعة قناة نور الشام برنامج نوافذ. نفتتح سوية أيها الأحبة النافذة الثانية، نتحدث بها اليوم عن المؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب. أيها الأحبة، بحضور الرفيق الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وحضور فروع اتحاد الكتاب العرب في المحافظات السورية، ونخبة من الأدباء والمثقفين والأعضاء والإعلاميين، عقد المؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق يوم الثلاثاء الماضي. جرى خلال المؤتمر مناقشة تقرير الاتحاد السنوي وآلية تفعيل العمل المهني والثقافي. للحديث عن تفاصيل أعمال المؤتمر وأهم الطروحات والمناقشات، يسرني أن أستضيف الأستاذ محمد حوراني، رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم. المؤتمر السنوي أستاذ محمد، ونبارك بداية لكم في اتحاد الكتاب العرب، عقد مؤتمركم السنوي خطوة هامة جدا في وسط كل ما تعيشه سوريا من حالة إعادة الإعمار، واليوم بالتأكيد له صبغة أخرى انعقاد المؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب بعد هذه المرحلة أو في خضم هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا. عن معنى بداية انعقاد المؤتمر السنوي التاسع في هذه المرحلة من تاريخ سوريا. نعم، بداية لابد من توجيه الشكر لكم والتقدير على هذه الإضاءة على مؤتمر اتحاد الكتاب وعلى المنجزات التي يحققها اتحاد الكتاب بشكل أو بآخر في المشهد الثقافي والأدبي. حقيقة لم تتوقف مؤتمرات اتحاد الكتاب العرب حتى وخاصة المؤتمرات السنوية أو المؤتمرات العامة خلال الثمان سنوات هذه التي شهدت حربا على سوريا. يعني كان دائما المؤتمر السنوي يعقد في وقته أو أحيانا يتأخر قليلا كما حدث في العام الماضي. أما من ناحية المؤتمرات العامة، وهو المؤتمر الذي يقام أو يجري كل خمس سنوات، هو مؤتمر انتخابي أو مؤتمر عام، وكذلك المؤتمر السنوي، فكان غالبا يعقد في وقته. يعني في العام الماضي تأخر المؤتمر قليلا، أعتقد حتى الشهر الثالث أو الرابع، ولكنه عقد. أيضا في هذا العام عقد في وقته المحدد. كما تفضلت، المؤتمر السنوي هو مخصص لمناقشة، إذا صح التعبير، لمناقشة شؤون وشجون الاتحاد، لمناقشة هموم أعضائه، للاطلاع على النشاط الثقافي، على التقرير المالي، على ما شابه ذلك من خطط ثقافية يمكن أن يكون تم الاشتغال عليها في عام مضى أو خطط لعام مقبل. هذا بالعموم يكون هو الشيء الذي يناقشه المؤتمر الثقافي، وطبعا يحضره أعضاء من كافة المحافظات في سوريا، بالإضافة إلى ممثل القيادة، ويكون غالبا عضو قيادة مركزية في حزب البعث ومسؤول مكتب الثقافة والإعلام فيها. من شأن انعقاد المؤتمر أستاذ محمد حوراني أن يقوم المؤتمر، أعضاء المؤتمر بشكل عام، بتقييم المرحلة السابقة
وأيضا بوضع خطط عمل قادمة للسنة الجديدة لريثما يتم انعقاد المؤتمر السنوي المقبل. أيضا ماذا عن آلية التقييم التي تحدث ضمن أروقة المؤتمر للفترة السابقة من العمل باتحاد الكتاب العرب؟ نعم، يعني هذا الموضوع وتحديدا الشق الثقافي، نحن نعرف أن اتحاد الكتاب هو في النهاية مؤسسة ثقافية تعنى بشؤون الأدب والإبداع وبالهموم الثقافية والفكرية وما شابه ذلك، وبالتالي فلا بد وأن يشتغل القائمون على اتحاد الكتاب على مجموعة أو منظومة أو مصفوفة من الأهداف الثقافية التي من شأنها الارتقاء بالواقع الثقافي، من شأنها الارتقاء بالحال الثقافي. نعم. حقيقة يفترض أن يكون هناك أيضا تشاور ما بين الفروع، فروع الاتحاد في المحافظات كافة، من أجل وضع خطط لهم، أو ما هي الخطط التي تم وضعها وما هو الشيء الذي تم تنفيذه منها، وأيضا فاعلية هذه الخطط. بمعنى نحن نعلم أنه هناك بعض الأماكن أو بعض المراكز الثقافية ربما يقام فيها بعض الأنشطة الثقافية لا يحضرها أي عضو، يعني هذه الأنشطة لا يحضرها أي شخص، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذه الأنشطة لم تصل الغاية التي أنشئت أو التي دعي إليها من أجلها. بمعنى تماماً. أنه أنا عندما أدعو إلى نشاط ثقافي فلا بد أن يكون هناك هدف، هذا الهدف ما الذي تحقق منه من خلال إقامة هذا النشاط؟ هذا فيما يتعلق بالفروع. أيضا فيما يتعلق بالمركز والذي هو المكتب التنفيذي، أيضا يفترض أن يكون هناك خطة على مستوى المركز كمركز في دمشق وعلى مستوى الفروع كفروع. بمعنى لا بد لأعضاء المكتب التنفيذي أو السيد رئيس الاتحاد من أن يبادر إلى زيارة الفروع والاطلاع على شأنها ومحاولة نهوض بالواقع الثقافي لهذه الفروع وأيضا بالواقع الخدمي، ولا بد من أن يكون هناك محاولة للوقوف على احتياجات الأعضاء. نحن نعلم أن الغالبية العظمى من أعضاء اتحاد الكتاب هم في سن متقدم، وبالتالي فإن بعضهم أو قسم لا بأس به منهم مريض، وبالتالي هناك حاجة ماسة للاطلاع على شؤونهم والوقوف عندها ومساعدتهم في هذا الشأن بتحديد. أستاذ محمد حوران، في هذا الشأن بتحديد ألا يتم إلى اليوم مناقشة أن يتم توسيع الدائرة التي من شأنها احتواء أعضاء لاتحاد الكتاب العرب، أعضاء جدد من شريحة الشباب؟ هذا هو الجانب المهم، وهذا هو جانب تحدثت عنه في المؤتمر. يعني هناك مشكلة حقيقية في اتحاد الكتاب العرب، أنه هو فقط أو معظم أعضائه هم من الكبار أو المتقدمين في السن. أيضا معظم الأنشطة التي يقيمها اتحاد الكتاب العرب تقتصر على أعضائه، أو أنه حتى لو أقيم بعض الأنشطة لبعض الشباب فإنها تبقى محدودة وفي إطار العلاقات الشخصية. هل هذا الموضوع مرتبط فقط بالمكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب؟ أليس هذا الموضوع يجب أن يكون مرتبط بعقلية رئيس هذا الفرع أو رئيس ذلك الفرع من فروع الاتحاد الكتاب العرب بمدى تنشيطه وارتباطه بالقلم الشبابي الموجود في فرعه؟ صديقي، مع احترامنا لكل الزملاء الموجودين على رأس فروع اتحاد الكتاب العرب، ولكن معظمهم من المتقدمين في السن، ومع هذا فإن الغالبية العظمى منهم لا تمانع في استضافة الشباب، لا بل إن بعض الفروع تقيم مهرجانات، تقيم بعض الأنشطة، الأمسيات، الفعاليات من خلال وتشارك فيها أو تشرك فيها بعض الشباب، ولكن ليس هذا هو الهم. كم هي نسبة الشباب التي تشارك في فعالية اتحاد الكتاب العرب؟ قبل ذلك كم هي نسبة الشباب الذين هم أعضاء في اتحاد تماما الكتاب هذا العرب؟ ما أريد هذا ما أريد أن أتحدث عنه. ما هي شروط الانتساب لاتحاد الكتاب العرب؟ ما هي نسبة الشباب؟ يعني أنا أعتقد أن نسبة الشباب في اتحاد الكتاب العرب تكاد تكون معدومة. أيضا لماذا؟ لأن هناك يعني هناك مشكلة حقيقية بين العقلية القديمة أو بين النخب إن شئت وبين هؤلاء الشباب. هناك مشكلة حقيقية، وهناك الكثير من المعاناة الشبابية أمام العقليات.
هؤلاء الذين نحدد المشكلة أستاذ محمد حوراني، هل يتطلب من الشاب حتى ينتسب لاتحاد الكتاب العرب ويكون عضوا فيه أن يكون قد أصدر دواوين أو روايات أو كتاب محدد؟ فيما يتعلق بالشروط فلا بد من أن يكون الشخص المنتسب أو الراغب بالانتساب لاتحاد الكتاب أن يكون قد أصدر كتابين اثنين، وأن لا يقل عدد صفحاتهما عن 100 صفحة لكل واحد منهما، وأعتقد أن هذا موجود عند عدد كبير من الشباب. طبعا نحن لا نتحدث عن كل الشباب أو غالبية الفئة الشبابية الموجودة في الوسط أو في المشهد الثقافي، ولكن هناك مجموعة من الشباب، يعني أنا أعتقد بأنه يوجد ما لا يقل عن بين 30 إلى 50 شاب وشابة، هؤلاء يمتلكون الشروط ويمتلكون. لماذا لا يتم تنسيبهم رسميا إلى هذه هي المشكلة. أنا قلت أكثر من مرة بأنه كان يجب على قيادة الاتحاد، ليس فقط في هذه الدورة حتى لا نظلم هذه الدورة أو ما سبقها، ولكن يجب على قيادة الاتحاد والمكتب التنفيذي أن يبادر إلى تنسيب الفئات التالية. أولا الفئة الكبار أو فلنسمهم الشيوخ الذين لا يرغبون هم بالانتساب إلى اتحاد الكتاب أو لم يبادروا بالانتساب إلى اتحاد الكتاب، ولكن يوجد عندهم نتاج ثقافي وإبداعي مهم. هؤلاء لا ينقص شيئا إذا بادر اتحاد الكتاب بقيادته إلى الذهاب إليهم طالبا منهم المشاركة أو الانتساب إلى اتحاد الكتاب. أيضا هناك موضوع على غاية من الأهمية، نحن نعلم أن عددا كبيرا من الشباب لا يمتلك القدرة على طباعة الديوان أو رواية أو مجموعة قصصية أو ما شابه ذلك. ما الذي يضير اتحاد الكتاب العرب أو وزارة الثقافة إذا دعا هؤلاء أو مثل هؤلاء أو بعضهم من أجل أن يطبع لهم بعض نتاجهم وبالمقابل يقوم بتنسيبهم إلى الاتحاد؟ ألا يقدم اتحاد الكتاب العرب بشكل عام تسهيلات ممنوحة للأدباء الشباب في سوريا؟ يعني معظم تجارب الشباب الذين طبعوا أو تعاملوا مع اتحاد الكتاب يعني استسهلوا هذه التجربة وأيضا قاموا بالامتنان أو كانوا ممتنين لهذه التجربة والتعامل. نسبيا الشروط التي يقدمها اتحاد الكتاب العرب مقارنة بدور النشر مثلا الخاصة بما يخص النشر أتحدث هي يعني مخففة هذه الشروط نوعا ما للشباب، نحن نطالب اليوم بتخفيفها أكثر مثلا؟ لا، أنا لا أطالب بتخفيفها على الإطلاق، بل على العكس لابد من أن تكون شروط صارمة، ولكن لابد في الوقت نفسه أن يكون الإبداع هو الشرط الأساسي وأن تبتعد الغايات الشخصية. طيب من يحدد أن هذا النص أو هذا الكاتب هو مبدع أو لا؟ هناك لجان في الاتحاد، لجان انتساب، لجان تزكية، لجان قراءة، ولكن عندما تبتعد العقليات وعندما تبتعد الأمور الشخصية أنا أقول لك بأنه على الأقل يمكن أن ينسب إلى الاتحاد ما لا يقل عن بين 30 إلى 50 شاب وشابة إلى الاتحاد، وهؤلاء موجودون في المشهد الثقافي ويوجد عندهم إبداع حقيقي. إذن يجب أن نتبع معايير أدبية، معايير محددة بعيدا عن ما سميته الشخص أستاذ محمد حوراني في احتضان الشباب. نحن اليوم يعني نملك شريحة واسعة من القلم الشبابي، هذا القلم الشبابي السوري يعترف به اليوم عربيا على نطاق واسع، ينال جوائز ويحصد الكثير من المراكز الأولى المهمة في مهرجانات وأمسيات ومؤتمرات أدبية شعرية ثقافية عربية بشكل عام. اليوم نراه في سوريا يدير اتحاد كتاب العرب ظهره لهؤلاء المبدعين الشباب، لذلك نطرح إشارة استفهام كبيرة جدا أمام عدم احتضان القلم الشبابي السوري الذين هم بالتأكيد أو يجب أن يكون ومن البديهي يجب أن يكون رأس مال أي اتحاد كتاب عرب في أي بلد من البلدان هو القلم الشبابي، فهم ذخره القادم في الأيام القادمة. عن هذا الموضوع لا أعرف ما هو الجانب أو ما مدى مقدار الجانب الذي طرحتموه من خلال مؤتمركم السنوي بما يخص الأدب الشبابي. مع الأسف يعني، وهذا أقوله بكثير من الأسى، لم يتم التطرق إلى الشأن الشبابي على الإطلاق، اللهم إلا من خلال ما تكلمت به أثناء المداخلة وتحدثت عن نص في إحدى مواد النظام الداخلي للاتحاد تتحدث هذه المادة عن ضرورة تعبئة الطاقات الشبابية. لماذا يجب تعبئة الطاقات الشبابية؟ نعم. نحن
جميعا نعرف بأنه إذا كانت عندك طاقات فإذا لم تستفد أنت منها فلا بد من أن يستفيد منها الآخر، مهما كانت هذه الطاقات محصنة ومهما ومهما، لماذا نحن نتركها؟ الحقيقة طبعا. هناك مشكلة، وهناك مشكلة سواء أكانت بالنسبة للقيادات أم بالنسبة للأعضاء على حد سواء. لا يمكن لهؤلاء أن يطالبوا بأن يكون هناك حضور للشباب وحضور شبابي في مؤسسات الاتحاد، وأيضا القيادات هذا الموضوع غائب عنها تماما، لأنها تهتم بشكل أساسي بأمورها الشخصية وبما يمكن أن يعود عليها بالنفع والفائدة مع الأسف الشديد. طيب. علما بأن هذا لا ينفي أن الاتحاد طبع لبعض الشباب من غير الأعضاء، ولكن ما هي نسبتهم؟ أقول لك تكاد تكون معدومة مع الأسف. بالمقابل أيضا أستاذ محمد حوراني، من حق أي اتحاد فقط أن يكتفي بأولئك المنسبين له فقط، هو ليس مطالب بالنهاية تماماً أن يطبع لكل الناس. أنت إذا أردت أن يطبع لك اتحاد الكتاب العرب عليك أن تكون منتسبا وعضوا به، هذا شرط بديهي. لا بالمناسبة هذا ليس شرطا. طيب إذا ما قام بغير ذلك فهو من التكرم منه ومن مبدأ الدعم للأدب والقلم الشبابي، فنحييه على هذه الخطوة، لكن لا يمكن أن نطالب بأن يشمل الحيز الواسع أيضا من القلم الشبابي أولئك غير المنتسبين. علينا أن نعالج المشكلة من الأساس، لماذا هؤلاء الشباب هم غير منتسبين للاتحاد؟ هذه هي المشكلة التي يجب أن نبحث عنها القلم الشبابي وأن نحفر حولها كثيرا وأن ننقب حولها وأن نسأل المعنيين. خليني أخذ معي عبر الهاتف الأستاذ الأرقم الزعبي، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العربي. يسعد مساك أستاذ الأرقم. مساء الورد أستاذ محمد، إليك وضيفك الأستاذ محمد، يعني اليوم اجتمع علينا الكثير من الجمال أنت والأستاذ محمد الحوراني. أهلا بك أستاذ الأرقم، كل التحية ومبارك لكم انعقاد المؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب، وحقيقة يعني جرت الكثير به من المناقشات ومن السجالات لن نخوض بها، لكن ما يهمنا الآن الشأن الأدبي فقط بالتحديد. أيضا من وجهة نظر أخرى، عندما يكون مؤتمر كاتحاد الكتاب العرب تجري فيه كل هذه المناقشات ويكون الجو بالنهاية مشتعل أدبا هكذا، طبعا يدفعهم بذلك الغيرة على اتحاد الكتاب العرب، على رسالة اتحاد الكتاب العرب، على ماضيه وعلى مكانته المرموقة بين اتحادات الكتاب العرب والعالميين بشكل عام. عن أهم التوصيات والمقترحات التي خرجتم بها في مؤتمركم السنوي التاسع أستاذ الأرقم. أولا اسمح لي أن أحيي كل من قدم مداخلة داخل المؤتمر، سواء بملاحظات على أعمال الاتحاد أو مؤيدة لأعمال الاتحاد، وهذا إن دل على شيء يدل على حيوية الطرح وجرأة الطرح، وكل ما كنت أتمناه أن تكون الطروحات يعني لطيفة قليلا ومهنية أكثر، علما أن بعض الطروحات كان لها دور كبير في تقويم وتحسين المستقبلي لعمل المكتب التنفيذي. نقطة. أما بالنسبة لموضوع التوصيات يعني تعرف حضرتك أنه المؤتمر له شقين، شق ثقافي وشق خدمي نقابي. يتعلق ذا صلة بأعضاء الاتحاد، عندما يعني أي عضو من الاتحاد يقوم بنشاط ولا يغطي تكاليف التنقل من مكان إلى آخر قد ينعكس هذا على الفعل الثقافي. من هنا كان في مصفوفة زيادة بدلات المكافآت المحاضرات وحضور الاجتماعات والجمعيات وقضايا نقابية أخرى، زيادة الضمان الصحي لأعضاء الاتحاد والراتب التقاعدي لأعضاء الاتحاد، لأنه لدينا صندوق تقاعد لأعضاء الاتحاد. هذا في الشق الخدمي، الشق الخدمي النقابي. وهناك توصيات أخرى يعني لن نتدخل فيها، لن نتركها الآن. ما أتيت على ذكره أستاذ الأرقم، هل تم اتخاذ قرار به أم هي توصيات تجاه الوزارات المعنية والمؤسسات المعنية؟ لا بالنسبة للزيادات المكافآت اللي تم إقرارها بالمؤتمر أصبح قرارا نافذا. وهو من تمويل الاتحاد وليس من تمويل جهات أخرى. يعني هذا العضو الذي يقوم بمحاضرة أو أمسية أو ندوة أو كذا، يعني الزيادات الواقعة عليه وهي زيادات يعني
يعني ليست خيالية، إنما ضمن إمكانيات الاتحاد وضمن مصفوفة الزيادات المتدرجة في الاتحاد، حيث تم عرض جدول لهذه التدرج، علما أنها لا تفي إلى الآن، لا تفي بالحاجة المطلوبة. ولكن نوعا ما لعلنا بيوم من الأيام نصل إلى الحاجة المطلوبة. في الشأن الثقافي أيضا، ما هي أهم التوصيات التي قررتمها في المؤتمر؟ نعم، هناك خطة ثقافية موجودة في تم عرضها في المؤتمر العام، تطال بعض النشاطات التي من المتوقع أن تقام في عام 2019. نعم، هذه الخطة يعني تستهدف، كما سمعت من السيد محمد وحضرتك حوار حول موضوع الشباب. الخطة الثقافية تهدف إلى كمان تأسيس لبعض المبادئ الأساسية التي تعيشها سوريا ومهمة الكاتب الدفاع عنها، مثل إبطال مفاعيل الحرب الفكرية والثقافية التي تخاطب سوريا من خلال الندوات والمشاركات والمحاضرات بتكليف الأعضاء ضمن اللعب وتقديم أبحاث تؤكد على هذا الوتر وغيره، مثل تأكيد على الوحدة الوطنية والدفاع عن محور المقاومة والاعتزاز بالجيش العربي السوري وتعزيز دور الكاتب والكتاب في آن عن طريق النقد والقراءة والجوائز الأدبية. هنا اسمح لي أن أقول أنه اتخذ المكتب التنفيذي قرارا بزيادة المكافآت المالية للجوائز الشبابية في القصة والشعر. نعم، خطوة حلوة. نعم، هذه الزيادة وتم التعميم على كل الفروع بتنشيط هذا الموضوع، وهي مناسبة لكي أؤكد على نشاط فرع دمشق في هذا المجال، وهو نشاطا مميزا وترفع القبعة له لاحتضان الشباب، والشباب اللي لا نستطيع ان احتضانهم فكريا. كنا نتساءل عن دور المكتب التنفيذي في اصدار قرارات تخص اضافه الشباب الى عضويه الاتحاد الكتاب العرب بشكل عام. بالنتيجه موضوع العضويه لا يعني غير متعلق بالعمر، انما متعلق بالنص ومقدار قبول التدرج في قبول المنتسب في الاتحاد، لأنه بيعرف ضيفك الكريم أنه هناك علامة للفرع الذي ينتسب إليه العضو، لأنه يجب مثلا عضو من محافظة دمشق، فرعنا بدمشق يعني لديه رصد لهؤلاء أنه نشاطه كشاب أو غير شاب. هناك علامة للجمعية التي يرغب الانتساب إليها المنتسب، مثل جمعية الشعر أو جمعية القصة أو الترجمة. هناك علامة للمزكين، هناك علامة للقراء، وعلامة للجنة الانتساب. هناك يعني خمس علامات يجب أن يحصل المنتسب على أربع علامات حتى ينتسب إلى الاتحاد. بما يخص النشر أيضا أستاذنا الأرقام، هل سيتم في المستقبل القريب اتخاذ رقابة صارمة على موضوع النشر الذي يؤثر على المستوى الأدبي السوري بشكل عام؟ نحن في المجال الثقافي على تماس مع المنشورات والإصدارات والمطبوعات الجديدة، هناك منها طبعا الجيد والعالي المستوى، ولكن بذات الوقت هناك تلك المطبوعات والمنشورات رديئة المستوى التي من شأنها أن تؤثر سلبا على سوية الأدب السوري بشكل عام، وهنا دور اتحاد الكتاب العرب. ماذا عن ذلك؟ أولا يعني هذا موضوع شائك جدا، بمعنى أولا أن الاتحاد لا يمثل رقابة على المطبوعات، إنما يساهم بمساعدة بتوجيه بعض القراء، بعض الكتاب ممن يتقدموا للطباعة في الدور النشر الخاصة. هذه نقطة على شكل أنه تتم الرقابة للكتب من الكتاب. يعني لا أحد رقيب على الكتاب سوى الكتاب. هذا قانون يطبق في الجمهورية العربية السورية بهذا الموضوع. لدي قسمين بالموضوع، قسم يتعلق بالكتب التي تصدر عن اتحاد الكتاب، من المفترض أن تمر بتدقيق كبير من الجوانب الفنية والجوانب الفكرية والتوظيف والفئة المستهدفة العمرية من نشر هذا الكتاب. هذه نقطة. أما من يرغب بطباعة كتاب بدور النشر الأخرى
البعض يظن انه في حال اذا تدخلت بماهيه الكتاب، طبعا في محددات محدده لابد من الدخول فيها، يعني مثل الاشياء اللي تؤثر على التماسك المجتمع والتشاركيه في المجتمع واهداف المجتمع ووحده المجتمع السوري. هذه قضايا يعني فكريه بحته. اما الجوانب الفنيه الاخرى، يعني هناك هامش كبير بموضوع النشر فيها، القراء اللي يقوموا بقراءة الكتب لدى القطاع الخاص، وإلا يضطر أنه يعيد بعض الكتب كلها كاملة ويعيد الرواية ويكتبها ثانية ومرة ثانية وثالثة. هو يطرح هذه البضاعة الفكرية في السوق، إذا لم تكن ذات سوية جيدة يعني تحاصر وتستبعد حتما رغم تأثيرها السلبي. نحن نتحدث أستاذ الأرقم الزعبي من باب الغير على الأدب السوري بشكل عام. الذي بلغ ما بلغه من مكانة أدبية عالمية، وهو بالتأكيد مشهود له من باب الغيرة فقط، أن يتم يعني التشديد نوعا ما، وأنا لا أتحدث هنا عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، والكل يعرف عن بعض المنشورات التي تصدر عن طريق دور النشر خاصة للأسف. أتمنى لك التوفيق، للأسف الوقت داركنا، الحديث سيطول وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى للحديث عن دور اتحاد الكتاب العرب بشكل عام. جزيل الشكر لك، ومن خلالك كل أمنيات التوفيق لكم في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب في إنجاز المهام المنوطة بكم. شكرا لك الأرقم الزعبي، كنت معي عبر الهاتف. بالعودة لك بالجزء الأخير من حوارنا أستاذ محمد الحوراني، هل اليوم نحن في مؤتمر كمؤتمر السنوي التاسع لاتحاد الكتاب العرب، هل نحن اليوم مشغولون بالتفاصيل على حساب ما يجب أن يكون انشغالنا هو فقط حصرا ومحدد بالثقافة السورية بشكل عام؟ المشكلة يا صديقي أن هناك الكثير من المشكلات التي هي يمكن أن نفهمها تفاصيل ولكنها هي من أساسيات العمل. بمعنى عندما يكون هناك محاولات للإقصاء، فإن هذا لابد أن ينعكس بشكل أو بآخر على المؤتمر. الإقصاء لأي كان، سواء من اتفق معي أو من اختلف معي. نحن عندما نكون قياديين بالمعنى الحقيقي للكلمة، عندما نكون كبارا بالمعنى الحقيقي للكلمة، فلا بد من أن نمد أيدينا إلى المختلفين معهم قبل المتفقين. جميل. ما هي أهم المقترحات والتوصيات التي صدرت عن فرع دمشق اتحاد الكتاب العرب ضمن وقائع المؤتمر السنوي؟ الحقيقة أنا قدمت قبل أيام قليلة بالتعاون مع هيئة الفرع، مع هيئة فرع دمشق، مجمل اقتراحات، عدة اقتراحات. كان الهاجس الشبابي يشكل أول هذه المقترحات، إقامة عدة مهرجانات لأدباء شباب، يعني مو أقل من مهرجانين خلال عام 2019، إضافة إلى ذلك مسابقة أدبية في مجال الشعر للأدباء الشباب أيضا من خارج أعضاء الاتحاد، أيضا إقامة ندوات كما تحدث الأستاذ الأرقم، تشمل العديد من مناحي الحياة الثقافية الفكرية الإبداعية السياسية، أيضا ما تعرضت له سوريا ليس ما تعرضت له وإنما استشرافات المستقبل. تماما. كيف يمكننا نحن أن نشتغل على عدم الوقوع مجددا فيما وقعنا خاصة فيه، كمان في ظل سياسة إعادة الإعمار التي تماما، وهذا جانب مهم. نحن قبل أن نتحدث عن إعمار البنيان لابد أن نتحدث عن إعمار الإنسان، عن إعمار عقله، وهذا لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يحدث إذا ما كان هناك انفصال وفصام النكد ما بين الشباب وما بين الشيوخ، أو ما بين النخب وبين الفئة الجديدة من الشباب المثقف الصاعد. لابد أن يكون هناك تكامل، لابد من أن تمد النخب يدها إلى الشباب حتى تكون هناك صورة أكثر جمالا ومشهد ثقافي أكثر جمالا وأكثر حيوية. عندما نشتغل بهذا فإنه يمكننا أن نتحدث عن مشهد ثقافي يليق بسوريا. نعم. وبغيرها لا يمكن لنا أن نقيم ذلك. كل التوفيق أتمناه لكم في فرع دمشق وفي سائر فروع اتحاد الكتاب العرب في تنفيذ كافة المهام المنوطة بكم في حماية الثقافة السورية. لا أستطيع أن أقول إلا ذلك. جزيل الشكر لك الأستاذ محمد الحوراني، رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب. شكرا. كل الشكر والتقدير لكم على هذا البرنامج وعلى هذه الإضاءة. أهلا بك. الشكر الأكبر هو لكم أيها الأحبة متابعو قناة نور الشام، برنامج نوافذ، على طيب المتابعة. ابقوا بألف خير. السلام عليكم.